شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بقيه المحاضره التانية بعنوان بريدكت لوجيك. هنتكلم النهارده بقى سوا عن الرولز اوف انترفيرنس. يعني ايه انترفيرنس؟ قبل ما نبتدي، انترفيرنس يعني تداخل او تضارب. تداخل ايه او تضارب ايه مع بعضه؟ كل اللي احنا قلناه قبل كده، اي قانون احنا قلناه قبل كده هنعرف بقى النهارده لو جم مع بعض هيدولنا ايه. هما 9 قوانين كلهم ابسط من بعض، وزي ما اتعودنا احنا مش هنحفظ قوانين، القوانين كلها بديهيه. انت المحاضره الاولى اسمها بروبوزيشنال لوجيك، والتانيه اسمها بريديكت لوجيك، يعني انت كلامك كله لوجيك يعني منطق. فانت تاخد كلام خده بالمنطق. اتفقنا؟ يلا بينا نبتدي. بسم الله. اول قانون معانا، وقبل ما نخش في القوانين، بس ما تحاولش تترجم اسم اي قانون من دول، نصيحه ليك. لو في حاجه ليها ترجمه بترجمها لك انا من الناس، ما ترجمتهاش يبقى ما تحاولش احسن. تمام. اول حاجه معانا قانون اسمه، انا هقول لك اسم القانون علشان ايه، للامانه العلميه يعني، بس هو فعليا ولا دي اي معنى، كلام كله كلام باللاتيني اصلا. اول قانون معانا اسمه مودس بوننس. طيب القانون ده بغض النظر عن اسمه بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو انت عندك بي امبلايز كيو، تمام، ولو معاك البي، الكلام ده بقى تقدر تستنتج منه ايه في الاخر. كنا متفقين ان الامبليكيشن ده يعني القانون. طيب كان ده القانون وده النتيجه. طب انا بقول لك انت معاك القانون، يبقى هتوصل ليه في الاخر؟ للنتيجه. بس بتلك البساطه، هي دي كانت مودس بوننس. طيب ممكن عندنا حاجه شبهها اسمها مودس تولنز. بتقول ايه دي كمان؟ بتقول لك لو انت عندك بي امبلايز كيو وعندك نوت كيو، كمان ده يديك ايه؟ بدل ما تاخدها كلوجيك على طول كده وتخش متهور، لقيت نيجيشن للتاني في امبليكيشن، ايه اول حاجه تيجي في بالك؟ بالظبط كونتر بوزيتيف، يعني الكلام ده هو كده، هو نوت كيو امبلايز نوت بي. ايه ده؟ اتحولت بقت ايه؟ بقت مودس بوننس. اهو معاك قانون اهوت، اول حاجه معاك اول حاجه، يبقى خلاص نوت بي من غير ما تفكر. تمام. ممكن تفكر فيها كلوجيك برضو، بس هتخش في متاهه مع نفسك دوت، فدي اسرع طريقه يعني. ادي دول اول قانونين معانا، فمش اي مشكله. نخش على القانون التالت اسمه هايبوثيتيكال سيلوجيزم. اتفقنا ملوش دعوه بالاسامي خالص، بس ده بيقول لك ايه؟ لو انا بقول لك ان انت عندك قانون ياخدك من بي يطلع لك بكيو، وقانون تاني هياخد الكيو دي بقى يوصلك للار، تستنتج ايه بكل بداهه؟ ان البي هتوصلك للار. بس ادي القانون التالت. طيب الرابع كان بيقول ايه؟ الرابع كان بيقول لك، هما كل اتنين كانت ليهم مرتبطين ببعض. الرابع بيقول لك ديس جونكتيف سيلوجيزم، بيقول لك لو انت عندك بي او كيو بس لقيت ان انت ما عندكش البي، يبقى بكل بداهه هيكون عندك ايه؟ الكيو. زي الفل، ما عندناش اي مشكله الحمد لله. طيب وممكن قبل ما نخش على بعدهم ناخد زي لايف هيك صغيره، ان انت اعتبر الكلام ده بلس، واعتبر زي ما قلنا كده الاور دي هي عباره عن بلس. تمام. فهتلاقي عندك بي هتطير مع ماينس بي او نوت بي، يبقى لك كيو في الاخر. نفس الكلام هنا كده، عايز تاخده ادي الاول النوت الاول قصدي اور التاني، وادي النوت الاول اور التاني، يبقى هتلاقي ان دي طارت مع دي، يتبقى لك النوت الاول اور التاني. عايز تحولها امبليكيشن هتاخد النوت الاول اهو امبلويز التاني اهو. تمام. ممكن تاخدها كانها بلس وتحول كل حاجه لاور، عشان الاور هي بلس هي كمان، يبقى ده بلس ده بلس ده بلس ده، ولو عندك حاجه بالنوت يبقى كانها دي الماينس بتاعها يعني. بس طبعا لما تيجي بقى تحل ما تحلش بالطريقه دي، هي مش غلط بس هتلاقيك بتطول مش بتقلل، وهفهمك اللي قدام لما يجي يحل ان شاء الله. تمام. طيب يلا بينا، ادي القانون التالت والرابع. طيب الخامس كان بيقول ايه؟ الخامس ده اسمه اديشن. هنا بقى دخلنا في الاسامي اللي ليها معنى. طب الاديشن ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك البي تستنتج ايه؟ هستنتج ان البي او اي حاجه تانية، كيو ار اس زد اي حاجه. ليه؟ طب انا ساعات عارف ان دي بترو، يبقى خلاص هاخد دي او اي حاجه معاها، هجيبها من دماغي. بس ده القانون الخامس. ممكن يبقى ان هو قانون لازمته ايه، بس هيبان في حل هنحتاجه في اكسرسايز قدامه في الفيديو ده برضه. طيب القانون السادس اسمه كونجنكشن. فاكرين الكونجنكشن ده كان ايه؟ كان الاند.
طيب بيقول لك لو انت معاك البي ومعاك الكيو الاثنين بترو، تستنتج ايه؟ ان البي عند كيو هو كمان هيطلع بترو، ما فيهاش اي مشكله برضو. طيب سابع قانون معانا اسمه سيمبليفيكيشن. هتبسط ايه يا عم انت؟ بيقول لك لو انت جيفن عندك او وصلت ان انت البي اند كيو بترو، تستنتج ايه؟ تقدر تستنتج ان البي بترو او تستنتج ان الكيو هي اللي بترو، على حسب بقى انت القانون عندك او المساله محتاجه ايه. لو انت عندك الاثنين مع بعض وعايز تفصلهم اهو، ولو انت امعنت النظر هتلاقي ان ده عكس ده. بس اخر قانونين انا قايل لك انهم تسعه متعلقين بالكوانتيفايرز اللي هما ايه. بيقول لك لو انت دول ملهمش اسم، لو انت عندك for all x p of x، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان ال p of a بترو. طب ايه ال a دي؟ يقول لك for any a، يعني انت اي a بقى موجودة في الدومين بتاعك بقى ايا كان ايه الدومين دوت هتطلع لك صح. ليه؟ انت قايل لي اي a. طيب والقانون التاسع والاخير بيقول لك لو انت عندك x p of x، تستنتج منها ان p of a بترو فور ان element ايه، يعني رقم واحد عندك على الاقل، مش رقم واحد اللي هو 1 يعني، لا يعني انت عندك على الاقل يعني على الاقل رقم هيطلع لك الكلام ده بترو. تمام، هنا قلت فور اني element، هنا قلت فور ان element. تمام، وممكن في الاخر بنستنتج عكسهم، ان هو لو قال لك دي تستنتج منها دي، ولو قال لك دي تستنتج منها دي. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. كده خلصنا التسع قوانين اللي عندنا في الفيديو ده. تعال نحل مسألتين عليهم صغيرين عشان نعرف الكلام ده بنطبقه ازاي. اول سؤال معانا بيقول لك given ان r و r implies p و p implies not q، prove this equal q. تمام، او يعني logical equivalent ل q في الاخر. طيب تعالوا نشوف واحده واحده. تعال نرقم السطور كالاول، ممكن الجمله جنب بعض قوم تحطهم تحت بعض كده وترقمهم. تمام، طيب اول حاجه احنا ممكن نستنتجها من الكلام ده، نقول له والله اهو انا اول سطر عندي دول بيفكروني بايه؟ بالمودس بالانس، اول قانون خالص. انا عندي ايه؟ عندي القانون اهو وعندي التا بتاعته، يبقى اهو نقول له الكلام ده ببي، واقوم كاتب على جنب كده 1 و2 مودس بالانس. تمام، ما تشيلش هم اسامي القوانين دي كلها، هتبقى جيفن في الامتحان حسب كلام الدكتور. تمام، جميل. وبعدين هقول له 5، ايه بقى؟ هقول له والله انا ده كمان بيفكرني بمودس بوننس. طيب اهو اروح قايل له يعني الكلام ده هيطلعك بيه في الاخر بنوت كيو، اروح كاتب له كده اهوت 3 و4 مودس بوننس، وهي دي الاجابه. بس انا للاسف اتضح ان انا دي كانت المفروض تبقى نوت كيو مش كيو، يعني انا كتبت سؤال غلط بس نقلته غلط، بس دي كده ايه الاجابه الصح. خلاص انا وصلت اللي هو عايزه، يبقى شكرا. طيب ممكن واحد تاني يقول لي ايه؟ انا ما جاتش في بالي كده. اقول له طب جه في بالك ايه؟ يقول لي اهو هات لي دول كده بس. حاضر اهو، هات دول كده على جنب ونجرب في حل تاني. ايه الحل التاني اللي كان عندك؟ يقول لي والله انا شفت ان 2 و3 دول او 4 كده، يقول لي انا شفت 2 و3 دول اللي هي بتقول لك ار امبلايز نوت كيو، يقوم كاتب له 2 و3، ودي كان اسمها ايه؟ كان اسمها الهايبوثيتيكال سيلوجيزم. طيب اقول له جميل. وبعدين قال لي بعدين ما شفت ان 4 و1 دول هي المودس بوننتس، فراح كاتب لي كده اهو نوت كيو 1 و4 مودس بوننتس. طيب ما فيهاش اي مشكله، مش انت وصلت للاخر اللي انا عايزه بالقوانين اللي انا مديها لك ولا انا معرفها لك في المنهج عندك؟ انا ما عنديش اي مشكله، اوصل باللي انت عايز توصل له، المهم انت في الاخر توصل لي اللي انا عايز اثبته. تمام، طيب ده كان سؤال بسيط. تعالوا بقى نشوف سؤال طويل اللي هو الاسئله اللي فعلا محتاجه بقى تشغيل دماغ. تمام، اهو بيقول لك ان انت عندك، انا هكتب لك الارقام على طول، نوت ار اور نوت اف امبلايز اس اند ال، يقول لك اثبت ان الكلام ده في الاخر هيطلع بار. وعندك ايه كمان؟ عندك الاثنين بتقول لك اس امبلايز تي، وثلاثة بتقول لك نوت تي. طيب برضو ايه صيغة من الصيغة اللي احنا عارفينها، نحط اللي احنا عارفينه على طول، نفصل ده عن ده بس، او 8 ب 4 3
الكلام ده كده اهوت مع بعضه هيديك في الاخر ايه نوت اس بالمودس تولرنس. طيب حلو جدا. ايه ده بقى المصيبه اللي فوق عندي دي؟ تقعد تبص لها كده تبص لها مش لاقي لها حل. طيب نفكر، انا عندي هنا نوت اس وعندي هنا اس عايز فيها. طيب انا كان عندي ايه اللي بيساوي الكلام ده؟ ممكن اروح اكتب له كده اهوت نوت اس اند ال implies not not r or not f. واكتب له هنا كده كونترا بوزيتيف بواحد. طيب وبعدها انا عايز ادخل النيجيشن عليها، اقول له نوت اس اور نوت ال implies نفس الكلام ده كده زي ما هو، ولا بالمره نفس الخطوه كده طالما نفس الكلام اهو r and f. وراح اكتب له كده ايه 5 بدي مورجان. تمام فعلا جدا. طيب انا عندك اهوت ايه نوت اس اور ال. طيب وعندك هنا نوت اس بعدها، فكركش بحاجه ان انت تقدر من الاربعه دي تقول له يبقى نوت اس اور اي حاجه تانية من دماغي اهو نوت اس اور نوت ال. اكتب له كده اربعه اديشن. طيب حلو. وتمانية هنطلع في تمانية بقى، انا عايز اوصل لحاجه بالشكل ده. نقوم باصين كده على ايه الستة والسبعة. الله دي مودس بالانس، عندي حاجة وعندي النص الأول بتاعها، يبقى الكلام ده بيطلع لك في الآخر R and F. ممكن تجيب له كده ستة وسبعة بإيه دي مودس بالانس. طيب آخر حاجة خالص وعايز يثبت إنها R صح. طيب آخر قانون عندنا كان اسمه إيه، نرجع له نبص بصة سريعة simplification. لو أنت عندك حاجة عند حاجة تقدر تستنتج واحدة منهم. طيب أهو عندك ده قد ده يبقى تسعة تمام له ار، تكتب هنا كده تمانية سيمبليفيكيشن. طبعا مش فارقة تحط له كومة وبعدين الاسم ولا تفتح له قوس ولا تكتبها بعديها على طول، الكلام ده كله مش فارق، بس تقول له انا خدت دي ودي وعملت القانون ده. تمام السؤال ده هو اتحل خلاص، بس هو كان صعب يعني، ده مش مستوى الأسئلة المتوسطة، لا هو كان رخم بسبب الايه المصيبة اللي كانت فوق دي. بس اديك انت سؤال اهوت لما لك تقريبا كل القوانين اللي كانت عندك. ممكن تبقى تبص على السكاشن فيها اسئله كتيره جدا 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 جدا، وهتحل على كل الافكار اللي ممكن تتخيلها ولا تتخيلها يعني. السكشن بيكون في على بعضه ساعه، فانت هتقعد تحل معايا بقى كده ايه، ولو عطلت في اي حاجه ما تترددش وابعت لي على طول يعني. تمام دي كده كانت كل حاجه في المحاضره التانيه بتاعت البريديكت لوجيك، اتمنى تكونوا استفدتوا. طبعا لو عندكم اي حاجه قولوا لي في كومنتس تحت او ابعتوا لي برايفت. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. شكرا.